مرحبا بكم في موعد جديد لنشرة الأخبار على قناة نسمة، والبداية بالعناوين. حالة من الهلع والخوف في شارع الحبيب بورقيبة وإصابة 14 شخص. توقيع اتفاقية تمكن مجامع طب الشغل من اقتناء وحدات طبية متنقلة لفائدة 4 ولايات. بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحضيرات خاصة للعائلات التونسية بمختلف جهات الجمهورية، وقناة نسمة في زيارة للأطفال المقيمين بمستشفى باب سعدون. حالة من الهلع والخوف دبت ليلة أمس في صفوف المواطنين بالفضاء التجاري البالماريوم وفي محيط شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، حتى جي حسب شهود عين بعد ما قام طفل بإلقاء ألعاب نارية أو ما يعرف بالفوشيك داخل فضاء البالماريوم، وقال إنه الصوت الناتج عنها هو صوت خرطوشة، مما تسبب في حالة من الفوضى والفزع اللي عمت أرجاء المكان وهروب المواطنين في اتجاه الشارع، وين تعرض 14 شخص لإصابة متفاوتة أثر التدافع، سرعان ما نقلتهم فرق الحماية المدنية لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. واحد طفل رمى فوشيكة في البالماريوم، قامت امراه جرت دخلت كرتوش، الشعب كامل ولا يجري، طوابل مكسره، بولار طايح، كل شيء، فما اللي طاح تضرب، فما اللي داخل تو، فما اللي ما لقاش ولده. كنا نخدموا، قلت لك لاباس علينا، نقسم بالله العظيم لا ثم حد شيء، كيكه فهمتني، فراكسيون سكوند، شوف العبيد تجري في جره بعضها، فهمتني، واللي عبيد تقول فرشيكة وعبيد تقول رياب وعبيد تقول فهمتني قنبل، كل واحد شيح الطيح أكثر من الوقف. امرأة مخلية بنتها عمرها عامين في السيت هارب تجري، خلتها مشكلة حال دموع. مش نقول لك، تقول يوم القيامة. وأكد شق كبير من المواطنين أنه اللي صار كان بهدف تخويفهم وإثارة البلبلة واستغلال الظرف للسرقة. هذه بلطة جيدة عملك يا سريات، يعملك يا أخوي، يحبوا يسيبوا بلبلة في البلاد. كي تربت أنت لحديث السوسة المواطنين بالشارب، إسكي بالشارب، طب تيجي العباد طيح السوشيته وهم يبدوا يسرقوا، هذوم أخوي عباد مجرمة عملك يا أخوي. من جهته تنقل وزير الداخلية محمد نجم الغرسلي على عين المكان، مرفوقا بوزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا أحمد، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كامل الجندوبي، وكتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي وثلم الإطارات الأمنية، وطمأن الغرسلي للموجودين أنه تم إلقاء القبض على الفاعل وتحويله للمصالح المختصة للتحقيق معه. حالة عادية على الأخر، وأنا أطلب وطالب كل مواطن بالتزام الهدوء ومواصلة التسوق ومواصلة حياتهم، لا ثماش حتى حاجة أدي بينا، والدليل أنه ثلاثة وزراء وكتب الدولة معي، إضافة لكل قيادة الأمنية بتاع وزارة الداخلية كلها موجودة معي. كان جاء ثم حاجة، ليش احنا بالعكس خرجنا في الراس والميجون ونأكدوا لهم اللي رو بعض التثبت والتحرك ما تمش حتى داعي باش تعيشوا الحالة. وتجدر الإشارة أنه بسبب حالة التدافع بين المواطنين سجلت عدد من المقاهي خسائر مادية كبيرة، كما أغلقت عديد المحلات أبوابها. حرصا منها على سلامة صحة المواطنين، كثفت فرق المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة في الأونة الأخيرة من حملاتها على أماكن بيع الحلويات والمرطبات، نظرا لإقبال المواطنين عليها في مثل هذه الفترة بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك. وقامت البارح إحدى فرق حفظ الصحة بجولة ميدانية على سلسلة من المحلات لتفقد المخازن وأروقة العرض والبيع والاطلاع على مدى تطابقها مع شروط النظافة المطلوبة والتثبت إذا ما كان جمال الواجهات يخفي عديد التجاوزات. التجاوزات المتمثلة في تداول معناتها المرتبات والحلويات، صنع متاعها موش يتم في ظروف صحية. مثلا نلقاو محلات أحذية العمل في الخزائن، نلقاو معناتها البيض والفضلات تفتح مباشرة على مكان التحضير، نلقاو العمل زي العمل معناتها ماهوش محترم بتاتا معناتها. وقام فريق حفظ الصحة بمعاينة سلسلة التبريد والتخزين والأماكن المخصصة لصنع الحلويات التابعة لكل محل وتسجيل محاضر للبعض المخالفين ولفت نظر البعض الآخر. وأكد شكري بوخذي رئيس مصلحة النظافة العامة بوزارة الصحة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في حق كل من يخل بمتطلبات وشروط حفظ الصحة. الإجراءات بالنسبة لليوم، ثم محلات مش سيتم اقتراح غلقها فوريا، ثم محلات معناتها دخلنا على عين المكان وكما شفتوا حماوا البضاعة نتاعها، وثم محلات مش نعطيهم معناتها انذار كتابي مشفوع بأجل لتداول الإخلالات كما المحل اللي احنا فيه تو. هذا وبينت فرقة المراقبة أن الدور الرقابي ما يقتصرش فقط على رصدها للتجاوزات، وإنما دعت المواطن كذلك للمزيد من اليقظة.
يعاني متسكني ولاية القيروان من رداءة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات في الولاية اللي تشهد كثافة سكانية عالية بسبب النقص المسجل في الفضاءات والتجهيزات والأدوية والإطار الطبي وشبه الطبي. حقيقة نقائص كبيرة برشا لهنا، ونسوفر من برشا مشاكل لهنا. الصالة هذه تحلت توا ساعتين قبل ما يجي الوزير، كنا نخدمه بسيسلي ولاية قروان كاملة. مثلت الزيارة اللي أداها مساء أمس وزير الصحة سعيد العايدي إلى ولاية القيروان فرصة للاطلاع على مختلف في النقائص والإشكاليات العالقة، وأكد أنه أشغال مشروع إنجاز المستشفى الجامعي باش تنطلق مع بداية 2016 كيف موعد وزير الصحة برمجة آلة سكانر إلى ولاية القيروان في ميزانية 2016. مع كل إطارات التعجية مشكورين قاموا مجهود مش يحلوا المشاكل العقارية اللي كانت موجودة واللي تحلوا اليوم. دراسات عملنا شوط لبأس به، والأشغال مش تنطلق في إن شاء الله في 2016. مدة الأشغال عامين ونص، دونك تبدأ جاهزة في 2018. فيما يخص سكانير تنشوفه إن شاء الله في 2016 نحطوه في ميزانية 2016، خاطر قروان تستحق سكانير، هذا لا مثلا أي إشكال ولا أي نقاش في النقطة هذه. ولاية القيروان اللي تحتل المرتبة 23 في التنمية على المستوى الوطني ما زالت تنتظر في نصيبها من التنمية وحقها في التمتع بخدمات صحية تتوفر فيها أبسط المواصفات العصرية. تم اليوم توقيع عقود البرامج الخاصة باقتناء وحدة طبية متنقلة بمجامع طب الشغل بكل من ولاية تونس ومنوبة وبن عروس ومدنين. اتفاقية تأتي بشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض ومجامع طب الشغل. المجامع هذه ايش يلزمها تجهيزات باش تنجم تقوم بالعمل نتاعها، وخاصة في التجهيزات ثم الوحدات الطبية المتنقلة. ايش معناها وحدات طبية متنقلة؟ لان اما خير المؤسسة هي تمشي تقدم الخدمة للمؤسسة مباشرة وتقدم لها الخدمة على عين المكان، ولا نقعد نقول للعمال امشيوا للإدارة الفلانية والمكان الفلاني والمقر الفلاني. دونك هذه سهل لها خدمتها، مجامع سهل لها خدمتها الوحدات المتنقلة هذه، وفي نفس الوقت ثم تحسين الجودة في الخدمة اللي باش تقدمها. تغطية اليد العاملة بطب الشغل بلغت 54% سواء من خلال المصالح الطبية المستقلة بداخل المؤسسات أو من خلال مجامع طب الشغل المتواجدة بمختلف ولايات الجمهورية، واللي تستقطب قرابة 64% من العمال المنتفعين بهذه الخدمات، نسبة اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية ضئيلة ويجب العمل على تحسينها. عملنا استراتيجية على 3 سنوات أن تكون كل مجمع وكل ولاية عندها وحدات طبية متنقلة، وهذا معناها باش يخلينا نحسن من نسبة التغطية العمال اللي باش تشملهم الخدمات هذه، اللي هو اليوم النسبة هذه 54%. الهدف نتاعنا أن نوصل أقصى عدد ممكن وأقصى نسبة ممكنة، اللي إن شاء الله نوصله في أواخر المخطط القادم 2016-2020 إلى تغطية شاملة، يكون كل عامل عندنا في تونس عنده تغطية صحية في المؤسسة نتاعه. هذا وسيقع خلال سنة 2016 تعميم الوحدات الطبية المتنقلة بمجامع طب الشغل بولاية زغوان وجندوبة وسليانة وقفصة وتوزر، وخلال سنة 2017 على المجامع المتبقية بولاية نابل والكيف والقصرين وسيدي بوزيد. مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، أدى فريق قناة نسمة مصحوب بالرئيس المدير العام السيد نبيل القروي زيارة إلى مستشفى الأطفال بشير حمزة بالعاصمة، اتقاسمنا خلالها معاناة الأطفال وعائلاتهم، خاصة في مثل هذه الفترة اللي استعد فيها التوانسة لاستقبال عيد الفطر، وكانت الفرصة مناسبة للوقوف على الخدمات والراحة اللي قدمها الإطار الطبي وشبه الطبي للأطفال، خاصة منهم مرضى السرطان، عافانا وعافاكم الله. والله احنا تواخر رمضان والعيد قرب، وشكون يخمم على الوليدات الصغيرات، خممنا مليح، جينا قلنا نطلوا ونرجعوا شوية البسمة للوليدات اللي هذوما اليوم قيناهم لاهين بهم وأهليهم معاهم، مش يعني ملوحين ولا حاجة، ولكن واحد ولده يبدأ صغير وتعطيه كادو تقعد تحكي معاه شوية ترجع له البسمة، ترجع شوية المعنويات الأولية، وهذه هي ما فيهاش حاجة أكثر من هكا. زيارة أدخلت البسمة والفرحة في نفوس الأطفال والصغار وأوليائهم، واللي يعتبروها أنه من شأنها ترفع معنويات الأطفال في هذه الظروف الصعبة. إن شاء الله لك مبروك ودي كرهب باهي، وإن شاء الله دي مكي حاجة باهي يعطيهم الصحة، يتذكروا الصغيرات ويتذكروا المرضى، عجبه يا شلا ديما يواصلوا هكا.
حاجه باهيه بالكدا بالكدا. تمام مرضى محتاجين حاجات، محتاجين لعاب، محتاجين برشا حاجات، محتاجين الحنان. كيف حاجه كيف هناك يفرحوا هما بيدهم كي يشوفوا حاجه كيف هناك يعطوها لهم يفرحوا به. من جانبها افادت سونيا السيديه المسؤوله على وحده التعاون مع الجمعيات ان الزيارات هذه تمثل دافع معنوي للاطفال ويندرج ضمن الاحاته النفسيه بالمرضى في اطار منظومه متكامله. الاطفال هنا يحسوا بمتعه في خاصة في المناسبات هذه وفي الأعياد، والجمعيات قايبين بواجب كبير وديما يتفقدونا سواء كان في الأعياد، في العودة المدرسية، في المناسبات هذه الأعياد الوطنية، وقاعدين يقوموا بالواجب ويعملوا إحاطة للأطفال خلاف الإحاطة اللي لقاو فيها هما من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي والإدارة العامة وديما فما والمسيرين والمشرفين على المستشفى الكل. زيارة فريق قناة نسمة مصحوب مديرها العام لمستشفى الأطفال بباب سعدون القات استحسان الأولياء والإطار الطبي وشبه الطبي، خاصة أنها موجهة لفئة عمرية في مقتبل العمر محتاجة إلى لمسة حنان ووفاء يبعث من خلالها الأمل وشد أزر الأولياء في هذا الشهر المبارك. هروبا من ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية، القى الأولياء البديل في الباعة المنتصبين على الأرصفة وفي الساحات لشراء الألعاب بأسعار في متناول مقدرتهم الشرائية. خصص 20 دينار للعاب، فهمت، للصغار وذكاء والعيد. لعاب غالين شوية، غالين شوية، ماهوش في المتناول صراحة. ما قبيل على العرايس وعلى اللعاب ذوما الصغار، فهمتني، وفما الأنواع ذي الكراهب مثلا. بعض الأولياء شافوا أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك من واجبهم الحرص على مساعدة أولادهم على اختيار الألعاب التربوية اللي تثري أفكارهم وما تتسبب لهمش في المخاطر. فرحوا صغيراتنا لكن نختاروا لهم باش تكون الفرحة متاعهم تكونش بفرد وموك حلو، نختاروا لعبة اللي ما نعملوش ثقافة متاع تهجيش وتهريج وثقافة زرع الحاجة الخايبة في عقولاتهم الصغرى، ضرب وكرتوش إلى آخره. حاولوا باش كل ولي يحاول يختار الصغير لعبة يثقفوا تنميلوا المعلومة متاعه تنميلوا الفكر متاعه، مش ما نعرفش هالمسميات اللي قاعدين نسميه فيها توا. بالنسبة لولاية قفصة شهدت أسواقها حركية تجارية كبيرة في الليالي الأخيرة لشهر رمضان، وإن قامت العائلات باقتناء الملابس والأحذية رغم غلاء الأسعار وضعف الميزانية. والله معقولة، فما الغالي فما رخيص، يعني فما في المتناول المعتاد وفما الغالي اللي ما نجمش يشري، حاول ياخذ على قد باب العيله يحاول شوي شوي غالي. اذا كانت تبدا عائله كبيره ما نجمش وحدك تمشي يشوف على شي يختار كيما يحب هو كيما يرى صغيراته ولا عائلته، امبوسيبل. سيرتو كيما تعرف تولد الناس ماذا بيه صغيراته كيما للزوالي كيما اللي عنده كيما عندوش كل. اصحاب المحلات التجاريه عبروا من جهتهم على رضاهم عن الإقبال والحركية لها العام، وأكدوا أن السلع كلها متوفرة وتتناسب مع قدرة المواطن الشرائية. إقبال بالقداء والناس كل تخدم والناس كل فرحانة وسواء مناسبة ومعومة والحمد لله. والله بالنسبة لإقبال المواطن معناها فهم مواطنين معناها اللي معناها عائلاتهم صغيرة يقدروا باش يشروا معناها بسواء معناها معقولة ومرفقة، وفهم اللي عندهم معناها برشا صغارك اللي ديما يلوجوا على أقل سوم ومعناها باش يوفر الصغار وكل. نظمت الرابطة الوطنية للقرآن الكريم ليلة البارحة بقصر بلدية القصبة بالعاصمة حفل اختتام الدورة 47 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم بإشراف رئيس الحكومة حبيب السيدة وبحضور وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخة. دي مناسبة عزيزة وسعيدة اللي كرمنا شباب وأولاد صغار كما شفتوا، بكل واحد يحفظ نصيب من القرآن الكريم، فيهم اللي يحفظ حتى 60 حزب، وحفظ جيد وإتقان بالأداء، هذا ما يخلي أن تونس بخير بحول الله. وأفاد رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم محمد مشفر بالمناسبة أن عدد المترشحين لنيل جائزة حفظ القرآن الكريم بلغ السنة هذه 2000 مترشح، فيما بلغ عدد الناجحين 500، لتواصل بذلك الرابطة منذ تأسيسها سنة 1968 مسيرتها في التشجيع على حفظ كتاب الله. والجوائز هذه مقدارها معناتها 80 ألف دينار بلغتنا الدارجة 80 مليون، 13 معناتها نفائز من الأصناف الخمسة في كامل القرآن، 50 حزب، 45 حزب،
نصف القرآن وربع القرآن، وعندنا صنف سادس آخر حتى اللي عمره 70 و80 سنة خليناه عندي باش ما فما ناس كمغرومين وغيره كل شيء. وتولى رئيس الحكومة تسليم الجوائز للصنف الأول حفظة كامل القرآن، والصنف الثاني حفظ 3/4 القرآن، كما تم تكريم أكبر مشاركة وأصغر مشاركة بحفظ 10 أحزاب. خذيت الجائزة من عند الجائزة الرئاسية في جامعة زيتونة، وذي الجائزة من عند رئيس الحكومة في قصر البلدية، وتمثل في شهادة مع جائزة أدبية يعني مجموعة من الكتب. حفظت 44 حزب وأنا أشارك ب30 حزب، وستمثل لي هذه الجائزة مستقبلا رفيعا ومقاما مرموقا إن شاء الله مستقبلا. حفظت 10 أحزاب وتحصلت على جائزة، كرموني اليوم، كرموني للرابطة القرآنية. نكمل 60 بحول الله. محاولة يجي مرتين ولا ثلاثة بلاصة بلاصة حاط شباك فيه الدم، يعني مدخلين على شباك في المرمى، فهمتي؟ الشباك فيهم فيه الدم، والله أعلم. نطلب هناك إيش يطلع حق بنتي، رانا تعبنا. الله يكويهم، الله يهلكهم، الله يهلكهم. عمرها 7 سنين. مجهولون قاموا بتنفيذ هذه الجريمة النكرة في حق طفلة بريئة أطلقت صيحة فزع لإطلاق سراحة بعدما تم اختطافها من طرف امرأة ورجلين كانوا على متن سيارة حسب ما أفادوا به شهود عيان. شفتها في حانون المرة تقوت فيها، قلت لها سايبيني خروح، قلت لهم شي معي ونوصلوا الكاره برك بيتها ومشوا. رم ثلاثة زوز رجاجيل ومرأة هزوها في كرهبة، هي ترغي وهم كركرينها، دخلوها في قلب الكرهبة، الله أعلم راي قتلوها. ما عادش رفومها يدعب بالدم، ملاط يدعب بالدم، راي مفروكة، راي مفيهاش ما تصوريش انت. جريمة جديدة في حق الأطفال الأبرياء تخلف حالة من الخوف لدى العائلات اللي يأملوا أنه يتم التصدي لمثل هذه المجرمين ومعاقبتهم والحد من انتشار هذه الظاهرة، مطالبين بإظهار حق الأطفال اللي تعرضوا كل مرة إلى مثل هذه الجرائم البشعة. سلمت البارح أرملة شهيد الأمن الوطني أيمن مرجان اللي استشهد في العملية الإرهابية على متحف باردو شقة بولاية بن عروس، في إطار مبادرة قامت بها الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز. اليوم كما وعدنا الدولة التونسية والحكومة وعدت زوجة أيمن مرجان شهيد القوات الخاصة بوحدة الأمن بوحدة الباد اللي استشهد في حادث باردو، وعدناها وقتها برعايتها ورعاية أبنائها القصر، وعدناها بتسليمها بأن يكون لها منزل على ملكها وملك أبنائها، وهذا ما تم اليوم قبل العيد بنهار أو بنهارين. احنا فعلا مسرورين جدا بأننا كحكومة وعدنا بما أو حققنا ما وعدنا به. كما تشوفوا أنا توا في داري وحمد لله يا ربي، حني إن شاء الله ربي يرحم ميمن وإن شاء الله يعوضنا فيه، والحمد لله ونشكر من رئيس الحكومة حتىش للأعوان وزارة الداخلية اللي وقفوا معايا الكل. هذا وسيتم قريبا إسناد 30 مسكن آخر لفائدة عدد من عائلات شهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية. إن شاء الله هذايا معناها ناخذ القائمة النهائية اللي مش توفينا بها معناها وزارة التجهيز ورئيس الحكومة، وإن شاء الله معناها مش ندرس بقية المساكن الأخرى. هي مبادرة رمزية قامت بها الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين تكريما لأرواح الشهداء اللي قدموا أرواحهم فداءا للوطن.